السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طلاب الصف الحادي عشر. درسنا لهذا اليوم سنتكلم فيه عن نظرية ذات الحدين. بداية نتعرف على مثلث باسكال أو ما يعرف بالمثلث الكرخي. ينسب مثلث باسكال إلى العالم الفرنسي بليز باسكال، على الرغم من قيام العديد من العلماء بدراسته قبلهم في بلاد المسلمين والهند وبلاد فارس والصين وإيطاليا. ويتكون المثلث من صفوف تكون بداية ونهاية كل صف هو العدد واحد، تكون بداية ونهاية كل صف هو العدد واحد، وكل عدد من الأعداد الأخرى يكون ناتج جمع العددين اللذين فوقه على اليمين واليسار مباشرة، ويمكن استعماله لإيجاد معاملات مفكوك المقدار A زائد B قوين. فمثلا A زائد B قوة صفر معاملها هو الواحد، A زائد B قوة واحد معامل الـ A واحد ومعامل B واحد. وكذلك ننتقل إلى الصف الثالث في المثلث فنجد 1 2 1، إذا البداية والنهاية هي الرقم واحد، وفي الصف الثاني نجد 1 زائد 1 يساوي 2 هو العدد الذي في الوسط، وكذلك في الصف الثالث والرابع. فمثلا في الصف الرابع البداية والنهاية هي الرقم 1، لدينا 1 زائد 3 يعطي الجواب 4، لدينا 3 زائد 3 يعطي الجواب 6، لدينا 1 زائد 3 يعطي الجواب 4، فيكون مفكوك A زائد B قوة 4 بهذا الشكل: 1 A قوة 4 B قوة 0 زائد 4 A قوة 3 B قوة 1 زائد 6 A قوة 2 B قوة 2 زائد A قوة 4 A قوة 1 B قوة 3 زائد 1 A قوة 0 B قوة 4. نلاحظ أن الأسس تبدأ من 4 وتناقص إلى الصفر بالنسبة لA، وكذلك تبدأ بالصفر وتتزايد إلى 4 بالنسبة إلى B. إذن نلاحظ عدد الحدود في مفكوك A زائد B قوة 4 هو 5 حدود، ومجموع الأسس في كل حد هو 4. دائما مثلا في الحد الأول A قوة 4 B قوة 0، مجموع الأسس 4، ونلاحظ عدد الحدود كاملة كم حد؟ 5 حدود. إذن مثلث باسكال يعود أصله إلى العالم أبو بكر محمد بن الحسن الكرخي. استعمال مثلث باسكال في واقع الحياة: أوجد احتمال اختيار 4 مختصين من المنطقة الأولى و2 من المنطقة الثانية، وذلك بإيجاد مفكوك A زائد B قوة 6. إذا نبدأ بكتابة مثلث باسكال: 1 1 1، إذا جمعنا الآن 1 زائد 1 2 ووضعنا الطرفين 1 1، وكذلك نجمع 3 3 ونضع الطرفين 1 1، نجمع 3 1 4 3 1 4 و3 و3 6 ونضع الطرفين 1 1، كذلك نجمع 1 و4 5 1 و4 5، ونجمع 4 و5 10 4 و6 عفوا 10 و6 و4 10 ونضع الطرفين 1 1، نجمع الطرفين 1 و5 6 وكذلك في الطرف الآخر 5 و1 6 ونكمل عملية الجمع، فنحصل على المثلث الكرخي لمفكوك A زائد B قوة 6، ونكتب A زائد B قوة 6 يساوي، نبدأ بالواحد، A قوة 6 B قوة 0، إذا نبدأ ب A قوة 6 وتتناقص، ونبدأ B قوة 0 وتتزايد القوة، ونكتب باقي الحدود بهذا الشكل. إذا نكتبها بالشكل المبسط: عند جمع قيم معاملات كثيرة الحدود نجد أنه يوجد 64 توفيقا من مختصي المنطقتين يمكن استئجارهم. من أين جاء العدد 64؟ هو مجموع المعاملات، فA قوة 6 معاملها 1، وA قوة 5 B معاملها 6، وA
قوي 4 بي قوي 2 معاملها 15، وأي قوي 3 بي قوي 3 معاملها 20، وأي قوي 2 بي قوي 4 معاملها 15، وأي بي قوي 5 معاملها 6، وبي قوي 6 معاملها 1. بجمع هذه الأرقام نحصل على 64. وبما أن العدد 15 هو المقدار، 15 A قوة 4 B قوة 2، إذا يمثل عدد التوفيقات التي فيها 4 مختصين من المنطقة الأولى واثنين من المنطقة الثانية. وبذلك فإن احتمال استئجار 4 مختصين من المنطقة الأولى واثنين من المنطقة الثانية يساوي 15 على 64. إذا معامل هذا الحد على مجموع المعاملات، إذا دائما معامل هذا الحد على مجموع المعاملات. تحقق من فهمك إذا أراد مدير معمل التحاليل الطبية أن يستأجر 8 مختصين، يريد 8 مختصين، فما احتمال أن يختار 6 مختصين من المنطقة الأولى واثنين من المنطقة الثانية؟ نظرية ذات الحدين، يمكن استعمال نظرية ذات الحدين لإيجاد مفكوك ذات الحدين بدلا من استعمال مثلث باسكال. إذا في هذه الفقرة سنتعلم كيفية استخدام نظرية ذات الحدين بدلا من استخدام مثلث باسكال. إذا كان N عددا طبيعيا فإن A زائد B قوة N يساوي CN صفر، أو نقرأها توافيق N صفر. إذا CN صفر هي توافيق N صفر، A قوة N B صفر زائد توافيق N واحد AN ناقص واحد B قوة واحد زائد توافيق N اثنين AN ناقص اثنين B قوة اثنين، وحتى CNN أو توافيق N A قوة صفر B قوة N. إذا وتمثل بالمجموع، مجموع K تساوي الصفر حتى N CNK أو توافيق NK كما قلنا اللفظ A قوة N ناقص K B قوة K. عند استعمال النظرية عوض عن N بقيمة الأس. ملاحظات وإرشادات للدراسة. توافيق أو عندما نقول مضروب الصفر هو واحد، وتوافيق NR كيف عملية فكها؟ مضروب N على مضروب R في مضروب N ناقص R. توافيق N صفر جوابها واحد، توافيق NN جوابها واحد، توافيق NN إذن جوابها قلنا واحد. مثال استعمال نظرية ذات الحدين، أوجد مفكوك A زائد B قوة 7. سنحل هذا المثال بطريقتين. الطريقة الأولى استعمال التوافيق. إذا نبدأ، هذا هو القانون، A زائد B قوة N يساوي مجموع، إذا رمز سيجما يدل على المجموع، K تساوي الصفر وحتى N، مجموع الحدود من الصفر حتى N، توافيق NK A قوة N ناقص K B قوة K. إذا نبدأ، استبدل 7 مكان N في نظرية ذات الحدين فنحصل على A قوة 7 زائد C أو توافيق 7 1 A قوة 6 B قوة 1 زائد توافيق 7 2 A قوة 5 B قوة 2. إذا نلاحظ بدأنا في A قوة 7 وتتناقص القوة، وبدأنا ب B قوة 0 هي جوابها 1، ثم B 1 ثم B قوة 2، بدأنا ب C 7 0 جوابها 1 ثم C 7 2 ثم C 7 1 ثم C 7 2 وهكذا نكمل. إذا بعملية التبسيط نحصل على الجواب بهذا الشكل. الطريقة الثانية استعمال مثلث باسكال. كتبنا في مثال سابق الرقم 6، الآن نبدأ بكتابة الرقم 7. إذا 1 زائد 6 7 بهذا الشكل، 1 7 21 35 35 21 7 1، وهي معاملات عندما تكون N تساوي كم؟ 7. فيكون مفكوك A زائد B قوة 7 بهذا الشكل. تحقق من فهمك، أوجد مفكوك X زائد Y قوة 10.
بإمكانه حلها بطريقتين، إما نظرية ذات الحدين أو عن طريق مثلث باسكال. استعمال نظرية ذات الحدين عندما يكون يختلف المعاملان عن الواحد، الأمر جدا بسيط، نفس الطريقة في الضبط، ولكن لدينا المعاملات أكثر من واحد، فهنا المعاملات 5 وسالب 4. بنفس التطبيق بالضبط بهذا الشكل. إذا وضعنا في السطر الأول الحد الأول 5a قوة 4، ثم زائد توافيق 4 1 الحد الأول وهو 5a قوة 3 بالحد الثاني ناقص 4b، زائد توافيق 4 2 الحد الأول 5a قوة 2 ناقص 4b قوة 2، وهكذا أكملنا حتى وصلنا إلى الجواب. إذا نلاحظ عند إيجاد مفكوك A زائد B هو N، تكون إشارة كل حد في المفكوك تعتمد على إشارة كل من A و B، فتكون إشارة الحدود كلها موجبة إذا كانت إشارة A و B موجبتين، وتكون إشارة الحدود الزوجية سالبة إذا كانت إشارة B فقط سالبة كما في المثال السابق. مثال 3X ناقص 2Y قوة 5، أوجد مفكوكه. إيجاد قيمة حد معين، أوجد قيمة الحد الخامس في مفكوك y زائد z زائد قوة 11. في هذا المثال قبل أن نبدأ بالحل سنقرأ، تحتاج في بعض الأحيان إلى إيجاد قيمة أحد الحدود في المفكوك، ويمكن عندها استعمال الحد العام في صيغة المجموع لنظرية ذات الحدين، بحيث تجد الحد الذي ترتيبه k زائد 1 أو tk زائد 1 في مفكوك باستعمال الصيغة. نلاحظ عندما طلب الحد الخامس، إذا n في البداية تساوي 11، وبما أن الحد المطلوب هو الحد الخامس فإن k تساوي 4. إذا نلاحظ هذه الملاحظة أنه عندما طلب الحد الخامس فقلنا أن k تساوي 4، فلو طلب الحد السابع نقول أن k تساوي 6. إذا t تساوي 4 تساوي c 11 4. إذا في هذا السؤال يحدد قيمة المفكوك المعامل c 11 4، ونقول y قوة 11 ناقص 4 z قوة 4، إذا 330. من أين حصلنا على 330؟ هي مفكوك توافيق 11 4. إذا بعد فك توافيق 11 4 نحصل على الجواب 330، ونقول هذا هو الجواب. مثال أخير، أوجد قيمة الحد السادس في مفكوك C زائد D قوة 10. إذا عندما طلب الحد السادس نقول أن K تساوي 5. ملخص المفاهيم التي تناولناها في هذا الدرس: في مفكوك ذات الحدين A زائد B قوة N، عدد الحدود دائما قلنا أنه N زائد 1، فلو كانت N تساوي 4 عدد الحدود هو 5. أس A في الحد الأول هو N، وكذلك أس B في الحد الأخير هو N. يقول أس A بمقدار 1 ويزيد أس B بمقدار 1 في أي حدين متتاليين، مجموع الأسس دائما يساوي N، المعاملات في المفكوك متماثلة. نكون إلى هنا قد أنهينا الدرس، وما علينا إلا حل الواجب البسيط، اختر الإجابة الصحيحة للمثالين التاليين.